نحن تديني جنيه ولا غنيله؟ غني له بقى حاجه، غني له حاجه. اغني ايه؟ اي حاجه. معاك بسكوته؟ معاك. يا ريال تيجي نروح عند البقال؟ يلا بينا. يلا بينا. ازيك يا فيروز؟ الحمد لله. رجعت تاني من 20 30 سنه 40 سنه؟ بالكثير. قولي لي بقى كنت بتعملي ايه من شويه؟ كنت بتقولي للسواق ايه؟ تقولي له انا ايه؟ انا فيروز وبغني، تسمح تديني ريال؟ قال لك ايه؟ ادالك جنيه. اداني 2 جنيه. انت منين يا فيروز؟ انا من اسكندريه وبروح كل المحافظات. طب انت عارف احنا فين دلوقتي؟ احنا في القاهره. ايوه. وده برج القاهره اهو. انت من اسكندريه؟ وجايه تعملي ايه القاهره؟ جايه افرح الناس. بتمشي في الشوارع وسط المطره تعملي ايه؟ بفرح الناس واغني لهم. بتقولي لهم ايه؟ معانا ريال، معانا ريال. طيب تغني ايه تاني؟ ايه شوف يا عزيزي. طب يلا نسمع حته. ايه شغل. يلا يا ستي بقى ناكل سوا. لا احنا لازم نقسمها بالنص، انا اخد حقي وانت تاخد حقك. طب وما ناكلش سوا ليه؟ لا عشان انت لقمتك اكبر من لقمتي وبقك اكبر من بقي وسنانك اجمد من سناني، وقبل ما انا اكل لقمه واحده بس تكون انت اكلت 18 لقمه مره واحده. طب يا ستي اتفضلي اقسمي، بس اقسمي قسمه الحق. حاضر. معانا ريال. اسمك الحقيقي ايه؟ انا اسمي كاتي، شهرتي فيروز الاسكندريه. انا ليا 3 اسامي، كاتي وفيروز ولبلبه. لبلبه. قولي لي بقى جايه من اسكندريه تعملي ايه القاهره؟ جايه افرح الناس. وتعملي ايه تاني؟ بغني لهم طبعا. اتفرج عليك شاور لهم بقى. جايه افرح الناس واغني لهم. غني لهم معانا ريال. أو. قولي بقى الكاركتر، يعني انتوا بتتعبوا فيه انك انت تعمله وتظبطه لحد ما توصل بالشكل ده. طبعا. تعمله ازاي؟ اديتك فلوس؟ اديتني جنيه اهو، ربنا يستر عليها. اديت له جنيه ليه؟ انت مش كنت بتشحتي دلوقتي؟ ايوه. انت بتغني بس؟ لا بغني وبلعب كومبات يعني. الحمد لله. قولي بقى جيتوا من الاسكندريه للقاهره ليه؟ والله احنا زي ما تقول كل يعني كل فتره كده في محافظه،
بنقدم فننا للناس وبنقدم رجع زمن الفن الجميل وبنقدم رساله بدل حضرتك انت شايف الفن في حته ثانيه دلوقتي لا احنا بنيجي نفرح الناس وبنخلي الناس تشوفنا على طبيعتنا وبنقدم لهم الفن بتاعنا بطريقه برده ما يخش البيت يكون حاجه تفرحها حاجه حضرتك انت اما ابنك يكون بيتفرج عليها ولسه طفل صغير عمرك ما هتفصله يفصل اللقاء بتاعنا ده خليه يتفرج علينا. طيب نرجع لفيروز. فيروز انت من زمان بتغني؟ لا بقى لنا كتير يعني مش عارفه من كام سنه. يعني من كام 10 سنين؟ ممكن نقول سنتين ما انا مش فاكره. انت عندك كام سنه؟ انا عندي لسه مكمله 7 سنين. موهبتك الغنى الغنى ولا الشعر ولا الاثنين مع بعض؟ كلهم. كلهم؟ كلهم. بعرف استعراض اللي هو جمباز وبحب افرح الناس وبعمل الحاجات الحلوه يعني. انت كنت في كورنيش اسكندريه عمال تفرحي الناس وتهيصي معاهم وبتاع، ايه اللي جابك بقى القاهره؟ بمشي عشان افرح الناس واغني لهم، بنشغل اغاني بتاعتنا ونعمل. طب العربيات كنت بتوقفي العربيات ليه من شويه؟ تعالي كده غني للناس هناك، وريني كده بتوقفي العربيات بتقولي له ايه؟ بتقولي له ايه بقى؟ اهو العربيه قدامي، هتقولي له ايه؟ لو سمحت تسمح تديني جنيه او اغني لك؟ من عينيا الاثنين يا حبيبتي، برافو عليك. طب غني له، غني له حته. عايزه تغني ولا عايزه الجنيه؟ هو عايزه تغني. عايزه تغني. يلا شجعها غني وهو هيغني، هو هيشجعك. يلا بسرعه. معانا ريال. نغني ايه؟ معانا ريال. يلا غني. يلا بينا. معانا ريال، معانا ريال، ده مبلغ عالي ومش بطل، نروح في الحال على البقال، معانا ريال، معانا ريال. ايه رايك؟ حلوه؟ جميله؟ موهبة حلوة. قولي لي طيب مين أول واحد اكتشف موهبتك؟ تيتا. تيتا؟ تيتا الماما ولا تيتا البابا؟ لا تيتا مامي. ماشي. طب قولي لي مين اللي لحن الأغنية وإزاي بتتدربوا عليها فين؟ طبعا أستاذ محمد بيغني، هو اللي بيوزع وطبعا بيغني صوته. تغني حاجة؟ يلا نسمع حاجة. يلا نسمع حاجة تاني. نسمع حاجة تانية. سمعك حاجة جديدة؟ تمام. عارفين يا جميل؟ ايه القمر ده؟ وريني ايه اللي في ايدك ده؟ لا تمام. لا. ايه ده؟ طب يلا سمعينا حاجة بقى. يا حلوة يا غنوة يا ست البنات، يا حتة كريمة بسكر نبات، أنا ملكك أنت وجمالك حبيبتي مكعب دماغي يا بت الزواد، كله بيحسد وعمال ينق، وقلبي في غيابك ما بطل يدق، بينده عليكي ولاجل عينيكي بينحت ويرسم حروفك يا حب. بقى انا اسالكم سؤال، متابعينا متابعي موقع بصراحه الاخباري، احنا دلوقتي موجودين في منطقه الدقي، واللي احنا شايفينه ده فيروز. ازيك يا فيروز؟ الحمد. فيروز جت من اسكندريه بقى وعندها موهبه جميله جدا، هي معروفه بفيروز اسكندريه، جت اسكندريه للقاهره عشان تغني للناس، وافقت في شرط الدقي وعماله تغني بقى. معانا ريال، معانا ريال، معانا الاستاذ محمد برضو الملحن والمدرب، ومعاما كمان والدتها. عايز اسالك على حاجه يا فيروز. لا خليه معايا، عايز اسالك على حاجه. ايه؟ مين اكتر واحد بتحبيه في الدنيا دي؟ بحب مدرستي، بحب مامتي، بحب كل حاجه. مين اللي كان بيشجعك في المدرسه انك تغني؟ طبعا ميس امل برضو بتدعمني. تمام. وبحب اصحابي وبحب مساتي وبحب ميس. بقالك كام سنه بتغني كده؟ لا بكتير، ممكن بكتير مش فاكره. نفسك ايه؟ حلمك ايه؟ بتحلمي بايه؟ يلا قولي للكاميرا اهي، الكاميرا اهي، قولي له انا نفسي في كذا كذا. يلا. نفسي بقى اشوف منى الشاذلي. نفسك ايه؟ اشوف منى الشاذلي كده، اشوفها. انا الذي معاها واستاذ سامح حسين. نفسك في دول؟ سهله جدا. انا بقى الذي مع منى الشاذلي. مين اللي عامل اللقاء مع منى، مع الاستاذه منى الشاذلي؟ انا يعني انت اللي هتبقى المذيع؟ انا اللي اكلمها وانا اللي اسالها، انا اللي اعمل كل حاجه. احضنها كده، احضنها. طب يلا قولي لنا سؤال ممكن تقوليه. يا استاذه منى الشاذلي بتحبيني يا استاذه منى الشاذلي؟ وهي ترد تقول لك ايوه ده انا بموت فيك. المطره بقى طبعا. المطره
انا ولا ده جو؟ لا لا خالص، ده انا بحب الشتاء قوي قوي. طبعا بشكر موقع بصراحة، تمام، وبشكر استاذ اسلام، استاذة اسماء هي اللي قدمتك، وبشكر برضو استاذة اسماء وبشكر استاذ اسلام. شكرا جزيلا، شكرا شكرا ليكي. هنختم بقى بفقرة انتوا الاتنين مع بعض ممكن نشغلها ونختم بيها بقى وسط الناس، هتعملوا ايه؟ يلا بينا. جاهزة؟ مستعدة؟ هندخل كده شوية. هتسمع الجمهور ايه بقى؟ هتسمع الجمهور ايه؟ يا عزيزي يلا بينا. يلا يا ستي بقى ناكل سوا. لا احنا لازم نقسمها بين قصر. انا اخد حقي وانت تاخد حقك. طب وما ناكلش سوا ليه؟ لا عشان انت لقمتك اكبر من لقمتي وبقك اكبر من بقي وسنينك اكبر من سنيني. عقبال ما انا اكل لقمة واحدة بس تكون انت كلت 18 لقمة مرة واحدة. طب يا ستي اتفضلي اقسمي، بس اقسمي اثبتي الحق. حاضر اتفضل. ايه ده بقى؟ ده نص رغيف؟ امال نص ساعة؟ طبعا نص رغيف. هو انت عيلك صلاة كده ليه يا استاذ؟ طب اسمعي بقى، الجبنة دي لازم نقسمها بالميزان بس كده. طب يلا عند البقال يا استاذ. يلا يا ستي اتفضل. شكرا لكم متابعينا الكرام، الى ان القاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان معكم صحفي هاني شمشون من موقع بصراحة الاخباري.